2 نوفمبر 2020 من استديو شمس البحرين، نصبح عليكم بأجمل التراحيب مشاهدينا في حلقة الاثنين. صباح الخير حازم. صباح النور والسرور جمانة، ونصبح أكيد على مشاهدينا ومتابعينا مع شمس البحرين دائما يكون مميز وخفيف، وأكيد فريق الإعداد جهز لنا محطات متنوعة لحلقات اليوم. بداية مشاهدينا، خلونا نرجع ونذكركم أن تقليل الاختلاط هدف يجب تحقيقه خلال هذه المرحلة، وتحقيقه يتطلب الحد من التواصل المجتمعي خارج الأسرة الواحدة في المنزل بعد العودة من مقرات العمل. طبعاً أكيد حازم، والكوادر الطبية والتمريضية والجهات المساندة في الصفوف الأمامية يستحقون منا تقدير تضحياتهم طوال هذه الجحعة عبر الالتزام المسؤول. خلونا كلنا نلتزم للبحرين. أكيد في البداية في أصباح لازم نصحصح مع قهواتنا الصباحية، واليوم ويانا مشروع متميز في القهوة دبي كافي مع أبو ثين الشوملي. صباحك بالخير والنور والسرور بداية. أهلين، صباح النور. يا هلا والله أبو ثين. طبعا في البداية بنتكلم عن المميز في القهوة اللي أنتم تقدمونها. يمكن إحنا في كل أسبوع نستضيف يعني أصحاب مشاريع يقومون بتقديم القهوة، لكن شنو اللي يميزك أنت وشنو لمستك الخاصة؟ اليوم حابين احنا نقدم لكم شيء مميز، وصراحه هاي الشيء مو متوفر في كل الكافيهات، اللي هو الفري شوجر اللي هو الكوفي قليله السكر، خصوصا حق اصحاب اللي يسوون الدايت. ما شاء الله الحين كل من واعي وكل من قاعد يخفف الوزن وكل من يحاول انه هو يكون هيلثي، فحبينا ان احنا نسوي مشروبات سواء كانت بارده او حاره وتكون قليله السكر وقليله الكالوريز. ممتاز. نعم بثينة، يعني عالم القهوه عالم كبير وفي ناس وايد اتجهوا الى القهوه في الاونه الاخيره، ايش اللي خلاك تتجهين مع الناس مع ان رغم ان المنافسه راح تكون كبيره مع صح في هاي يعني وفي افكار جديده في مختلف الاماكن؟ أي. شوف اللي خلوني ان انا افكر في الكوفي شوب، نفس ما قلت انت طبعا المنافسه كبيره. أول شيء المنطقة اللي أنا فيها أول ما فتحت كانت كلش ما فيها كافيهات، فكنت أنا أول دبي كافي كان أول كوفي شوب في منطقة البسيتين في الساية، منطقة جديدة أرض الخلود. وثاني شيء الفكرة اللي خلتني أكثر أن أنا أتشجع، أن حبيت أضيف شيء حق الصالون اللي عندي، صالون بثينة الشوملي، حبيت أضيف له شيء حلو مكمل حق البنات اللي هو الكوفي. فأنا في الكوفي شوب عندي قسم خاص اتاجت مع الصالون حق البنات بس. يعني اللي تي الصالون وحابه تسوي شعرها وبدل ما او مثلا بدل ما تنتظر تجي تنتظر في الكوفي شوب فوق، قسم خاص حق البنات بس. مجرد ما يسكر الصالون طبعا يكون حق الكل، وطبعا في سكشن ثاني حق اللي يبي يطلب من برا فيه، بس ان قسم البنات يكون مفصول. هاي الشيء اللي شجعني اكثر، مميز شوي اللي عندك ان انت ان في قسم حق معطين البنات اهميه اكثر. بالضبط، يعطيك العافيه. انا دائما متحيز للبسيتين لان انا من هناك اصلا، فيعني اتمنى لك التوفيق. انا بنواصل معاك الحديث لكن بروح الى ماجده مجدي. صباح الخير يا ماجده. صباح النور. شنو بتسوي لنا اليوم؟ النهارده هسوي لك كوفي فري شوجر. ايه؟ بيبقى بيديك تيست، بس هو بيبقى يعني من غير سكر من غير فاتس. حلو، يعني مشروب صحي. تبي دايت؟ اكو في دايت. انزين يلا نبتدي. ايش قد صار لك انت في عالم الكوفي ماجده؟ في عالم الكوفي يعني بقالي 6 سنين ما شاء الله، بس بقالي سنه واحده بس في البحرين. في الكوفي شلون شفتي الاذواق تختلف؟ طبعا الاذواق تختلف تماما. هنا يعتبر بيهتموا زياده بالكوفي الاسبريسو والمشروبات الخاصه بيه، اختلافات فيه بيهتموا بيها اكتر. ففي اختلاف طبعا ما بين هناك وهنا، لان احنا كمان عندنا بنهتم قوي بالقهوه التركيش، مش الاهتمام الاكبر بالاسبريسو. زين يلا نبتدي نشوف الدايت. انا وايد مشجع ان يعني اعرف الطريقه، لان في وايد ناس يفكرون ان هم يسوون رجيم او يسوون دايت، ولكن الكوفي دائما يخرب عليهم. اي دائما يقولون ان يلا شربوا كوفي، يا عبالهم البلاك كوفي او الاسبريسو، فتشوفهم يعني يتكسلون يقومون شويه يغشون يحطون ساعات فليفر او شيء. فاحنا ما نبيكم تغشون، حطينا لكم زيرو فات، يعني هذه الزيرو كالوريز، السيرب اللي احنا نحطه في فليفر، يعني تقدر تستمتع بالقهوه في نفس الوقت ما تحس بتانيب الضمير. بدون اي كالوريز؟ بدون اي كالوريز. اكو تقدر تشوف على السيرب مكتوب زيرو كالوري. الحين اسوي لك بيرت.
تمام. تحبي ايه بقى فليفر؟ اللي رايح على ذوقك. على ذوقك انت تحب. لا اللي الاكثر يعني الفاست موفينج. تمام. الاكثر مبيعا نشوف هاي على شنو؟ ده فانيلا. تمام. في حاجه هنا احنا هنحط طبعا أوكي. في ناس بتخاف فكره ان الكوفي يكون حار وان احنا ننزل في كوبايه بلاستيك، فانت في الاول لازم تحط الثلج على اساس وتنزل ايه. بالاسبريسو على الثلج بحيث ان هو يدي بروده شويه حلو. للمشروب. تمام. طبعا على اساس يعني ما يتفاعل مع البلاستيك ويذوب او يطلع اي افرازات. تمام. والحين هنحط الحليب. تحب تختار بقى في انواع الحليب عندنا لان هو مشروب دايت فلازم تحط حليب دايت. حليب دايت فجزء منه نباتي للناس اللي هي عندها بتعاني من اللاكتوز ايه. تمام. وجزء تاني اللي هو صحي بيبقى عندك الموند ميلك، صويا ميلك، كوكونات ميلك، والناس اللي بتحب الحليب الحيواني عادي اللي هو الحليب الطبيعي. قليل الدسم او خليل. اشوف ما شاء الله عندكم ايه نفس ما قلتي الانواع كلها. أو. طبعا يعني انت الحليب اللوز دوت بيديك فيتامين د، بيديك حلو. بروتين، بيديك كالسيوم. عندك الصويا بيديك أوكي. بروتين وبيديك مغنيسيوم وبيديك كالسيوم. يعني أخيراً الجوز الهند طبعا انت عارف فوائده كتير قوي وصحي. احنا جوز الهند بنحطه على شعرنا وعلى وشنا وفي كل حاجه يعني. بس ويعني كلهم بقى مفيد للقلب، مفيد للمعده، مفيد للدوره الدمويه، وبتبقى نسبه الدهون فيه 50%. فانت المشروب كله يعني انت ما بتبقاش واخد فيه سكر ونسبه الدهون فيه بتقل للنص. لا فانت خلينا صحي على اللوز تمام شويه. تمام يلا. بس حلوه فكره الحليب بعد ان انتوا تتجهون الى الحليب النباتي. اي لازم نوفر هاي كل الخيارات حق الزباين لان في ناس عندها حساسيه من اللاكتوز. فنحاول نرضي كل الاطراف. هذه الحلو في المشروع انا لاحظت ان انتم يعني مدققين على تفاصيل معينه على اساس ان انتم ترضون الزبون. يعني بالضبط. ما عنده مفر في النهايه صح. بيلاقي الشيء اللي هو يحبه واللي يناسبه يعني، وفي النهايه بياخذ الكوفي يلا. اللي هو يبي ياخذ الكوفي وهو راضي. يعني انت تشربين الكوفي وانت راضي عن نفسك وانت مرتاحه ما في تانيب ضمير. بالضبط 100%. لازم نخلطه. تخلطه بسين على ما يتذوق حازم المشروب. انت شنو تفضلين؟ شنو الاشياء اللي تفضلينها؟ مثلا انت ذكرتي انواع مثلا من الحليب، هل انت من النوع اللي تمشين مع النباتي ولا الحيواني عادي عندك؟ انا احب الحيواني عادي عندي بس افضل اللوفات لان ساعات الفلفات تحسينه شويه ثقيل، اللوفات يكون افضل. وطبعا مع السيرب الجديد صراحه انا صرت ادمان اشرب وانا مطمنه. خدت الطعم. ما في محاته. ما في محاته. تاخذين راحتك. اي بالضبط. اكا حازم شرب. ممتاز صراحه. حلو؟ يعني انا مو مصدق ان هذه زيرو كالوريز. زيرو كالوريز. وانها صحي 100%. في فليفر لكن تحس الشيره مالته قليله صح؟ ايه. ما تحس بشيره قويه. كوفي. احنا حبينا ندلع الناس اللي بتعمل دايت وبتهتم بصحتها لان طول الوقت الحاجات الصحيه يعني تحسها يعني صلبه يعني ما فيهاش متعه. صح. فاحنا حبينا نضيف المتعة للناس اللي بتحاول تهتم بصحتها وبتحاول تعمل دايت عشان يتبسطوا. زين انا ودي والله تذوق جمانه معاي لو نسوي بعد واحد. نسوي واحد حار؟ اي اكون شاكر لك. الله يخليك. تبين حار ولا بارد؟ عادي. انت انا طريقة الحار يعني خلينا نجرب حار بما انه سوت لنا بارد خلينا نجرب. يلا حار. وطول الاسبوع اللي فات ما شربت انا حار بتاتا. انت من جيتي جمانه ما شربت الا البارد. كان كل يوم بارد فاليوم معناه انت صديقه الحار. شفت شلون الحظ؟ الحين جايين الشتاء بعد خلاص. اي المشروب الحار بيكون هو المفضل عند الناس. بس شلون جاتك فكره بثينه ان انت تفتحين الكوفي على الصالون؟ انا دائما يعني قبل لا يكون عندي صالون دائما اذا اروح اي صالون لازم يكون معي كوفي. يعني نادرا ما تشوف صالون ما اتوقع انه كان في البحرين اصلا انه صالون مع كوفي. فكنت قبل اروح الصالون اخذ لي كوفي وانا رايحه الصالون او في نفس الصالون ادش في الكوفي علشان ادش في الكوفي عشان انه فل مزاج يعني انه ريلاكس. خبرنا احنا البنات يعني نحب نكون ريلاكس في الصالون. اكيد طبعا مو بس كذي بثينة بعد لان البنات دائما ياخذون وقت طويل في الصالون وقت ممكن. طويل فمن كذي يحتاجون الى كوب من القهوه. بالضبط. والحين بعد مع هبه التصوير لا تسي اظافرها وتيهود الكوفي لازم الصوره الاظافر مع الكوفي. بالضبط لازم صوره الاظافر مع الكوفي.
فقلت ليش ما انا اوفر هاي الشيء، خصوصا مثلا انه مثلا اللي بتصبغ شعرها اقل شيء بتقعد في الصالون ساعه ونص صح، فعلى ما يصبغ شعرها تقدر تروح فوق في الكوفي شوب اوريدي، بس بنات يعني تقدر تروح حتى شعرها في الصبغ تقدر تقعد في الكوفي شوب فوق، دشتة بروحها كل شيء بروحها وبنات وتستمتع بالكوفي. استثمرت يعني استفدتي من هذه الفكره؟ بالضبط، وايد وايد البنات حبت هذا الشيء، خصوصا الحساسيه في برايفسي، في خصوصيه حق البنات. ماجده وين وصلتي؟ وصلت ان احنا نفاوم الحليب دلوقتي. فنانه ماجده ما شاء الله. فنانه. 6 سنين مو سهله ان انت تكون متمكنه اكيد. يعني الكوفي اعتقد يحتاج الى ذوق واهتمام في التفاصيل الاوزان في المقادير، يكون عندك حس نفس الطباخ يعني. بالضبط، لازم يكون ملمد يعني، الكوفي ترى عالم وسيع يعني. اكيد يعني في وايد تفاصيل وانواع زين انواع الكوفي اللي انتم تستخدمونها شنو؟ نستخدم الانواع الافريقيه. الانواع الافريقيه ها ماجدة قاعد تسخن الحليب. باقي لك الحين طاح الجلاس. شفت معلش ما استحملش المكنه الحين. زين انت حطيتي شوت اسبريسو؟ دبل شوت اسبريسو. دايما عامه المشروبات عندنا بتبقى دبل شوت اسبريسو، تمام، ما عدا اللاتيه يعني، ده ستاندر ان انت بتعمل المشروبات ما عدا اللاتيه هو الوحيد اللي بيبقى سنجل شوت. سنجل شوت. وحطيتي اللي هو قبلهم السيره. السيرب بعدين نزلت دبل شوت اسبريسو نكهة هازلنت تغييرا يعني، والحليب دلوقتي هنصب الحليب. تمام، اللي يميز الكوفي عندنا انه لما تشرب الكوفي تحس بطعم القهوه. يعني طعم القهوه وايد مميز يعني، مو بس فليفر او سويت او وات ايفر، في طعم القهوه قوي تحس فيه. هاي الكوفي جاهز. يعطيك العافيه ماجده. شكرا لك. الله يخليك. خلينا نعطي جمانة الطوق. وثانيا يعني شنو اكثر انواع الكوفي اللي يكون عليها اقبال من الانواع البارده ومن انواع الحاره؟ شكرا. في الكوفي شوب تشوفي اكثر شيء عندنا اللي يمشي السولتد كراميل، وايد عليه اقبال سواء كان البارد او الحار. عندنا بعد الاسبانيش لاتيه والوايت موكا، وايد عليهم هذين اقبال. طبعا مع هبه الفري شوجر بعد اشوف عليه اقبال ما شاء الله. الناس بشكل عام شلون تكون ردة فعلهم، خاصة لما انتم تقولوا لهم انه ما في كالوريز ما في وايد سكر؟ اكيد يستانسون يعني، حتى الفرابتشينو اللي هو احنا ما قدرنا نجيبه لانه يبي له خلاط ووايد اشياء، حتى الفرابتشينو نقدر نسوي له شيء شوجر فري يعني. عادة تروحين يعني اي مكان ثاني الفرابتشينو يكون متروس شكر، لكن احنا نسوي له شيء لو فات تقدرين تستمتعين فيه بدون ما تحسين بتأنيب الضمير. يعطيكم العافية. أنا صراحة استمتعت بالكوفي، وخاصة أنه هو يعني صحي بعد. يعني الواحد في الفترة الحالية دائما أغلب الناس أشوفهم يتجهون إلى الأكلات الصحية أو المشروبات الصحية، لأن الكل صار واعي بهذا الشيء، الكل صار يهتم في صحته. زينة الشوملي يعطيك كل الصحة ويعطيك العافية. الله يعافيك. وموفقين إن شاء الله. تسلم ماجدة مجدي، شكرا لك على الكوفي. تسلم يدك. لقاءنا بيتجدد معاكم بكره، واتمنى لكم ان شاء الله التوفيق والنجاح. يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. طبعا مشاهدينا خلونا ننتقل لفقرتنا التاليه، عشق الموسيقى وتعلق بها، عشق الموسيقى وتعلق بها من الصغر. احمد فواز عزف اصعب المقطوعات الكلاسيكيه رغم التحديات، الا انه عنده طموح كبير يحاول يرسم فيها مساره الموسيقي. اكيد جمانة خلينا نشوف قصه احمد في فقره مسار خاص مع علياء مجيد. أنا من الصغر كنت أحب الموسيقى بشكل عام قبل لا أدخل المدرسة، من الصغر كلش يعني، مثلا في برامج الأطفال وكذي كنت أهتم للموسيقى أكثر من أهتم لبقية الناس يهتمون مثلا الحركات أو الأكشن اللي تصير. أول مرة أتذكر كنت شاركت، حتى كنت أعزف مقطوعة كلاسيكية لباخ
أول مرة على المسرح أنا في حياتي أعزف كيبورد، وهي مقطوعة يعني مو سهلة، وأنا كنت جديد. لحين أتذكر أنك كنت وايد مو بس خايف، أنه وايد خلينا نقول أنه يعني ما أدري شنو بيصير، يعني شنو بتكون شعوري، يعني أنه قلق خلينا نقول أكثر من خوف. ليش الأورج بالذات؟ الأمانة هاي اللي بدأت في علمتني المدرس أمين المرشدي، الأستاذ أمين المرشدي، أوجه لها كل الاحترام والتحية والتقدير. فهي علمتني على الأورج، على مقطوعة البيانو بالتحديد. فأنا تعلمت على هالشيء وعلى أشياء صعبة من البداية، صعبة كمبتدئ وكواحد ما عنده خبرة، وأنا بادي متأخر، مو بادي عمري 4 سنوات 3 سنوات، لا كنت يمكن 9 سنوات يعتبر متأخر في الموسيقى. فأنا بدأت على هالشيء. طبعا عزفت آلات غير الأمان، عزفت كارديون، فلوت، جيتار الكلاسيكي، جيتار بيز. أول واحد أدخل المسار العلمي في المرحلة الثانوية من المكفوفين في البحرين، وكذلك أول واحد يدخل المسار العلمي في الجامعة، تخصصي علوم الحاسوب. حاليا مركز أكثر على الجانب التقني، كون تخصصي العلوم الحاسوب، كان حلمي أن أدرس علوم الحاسوب من أنا في الإعدادي. أنا في الإعدادي كانوا يقولون لي ترى هالأشياء مو متاحة للمكفوفين إلا في بعض الدول القليلة، وأنت لازم تسافر، أنت ما تقدر تسافر يعني مثلا الظروف المادية وكذي ما تسمح. فيقولون لنا هالأشياء، وأقول لنا يصير خير، ذاك الوقت يصير خير. فالحمد لله دخلت المسار العلمي بس عشان أن أدخل علوم الحاسوب لسبب ما، وأنا أصلا ما كنت أعرف أنه شنو يدرسوا في علوم الحاسوب كثر ما أنا كنت أحب الكمبيوتر وايد. فربي لك الحمد الحين على وشك التخرج، وأنا أبي أواصل على الجهتين، يكون أن الموسيقى خليها أداء تعبير، أداء هواية، وأداء أن أطور من نفسي، ونفس الوقت التقنية أخليها هم جانب ثاني، كجانب علمي، جانب هندسي، جانب عملي مهني. فأحب أن أشتغل على الجهتين. أنا شخصياً أحب الموسيقى اللي تحرك المشاعر اللي في الشخص، يعني إنه شخص يقول، قاعد يقول يعني الله، إنه في شعور، في شيء، في يعني موسيقى فيها تعبير، فيها شيء. فأنا أميل لهذا هذا النوع، لكن ما يعني إنه أنا فقط أستمع لنوع معين، أحب أطلع على جميع أنواع الموسيقى صراحة، ومن كل اللغات ومن كل العصور. أحب مختلف الثقافات، أطلع على ثقافات مختلفة من دول مختلفة، فمن موسيقاهم أنا أتشجع أن أتعرف على بقية ثقافاتهم، أنه هالنوع متى يعزفونها، ليش يعزفون كذي، أوكي في مثلا في العرس، أو في مثلا مثلا في الأفراح، في الأحزان. فإن يكون عندي خلينا نقول فكر واسع، هاي اللي أنا فخور في نفسي، أن أحاول أن دائما أطور من أوسع من فكري، بل ما يكون يعني محصور على شيء معين. مثل ما الموسيقى تحرك مشاعر الفنان أحمد فواز، أيضا هالتغيير حرك مشاعرنا وأحاسيسنا لقصة نجاح مميزة جمانة من عالم الموسيقى، وأيضا في الدراسة متميز في مجال الموسيقى وفي آلات متعددة ومختلفة، وأيضا متميز في دراسته. طبعا دائما الشخص إذا حب أنه هو ينجح في مكان معين في مجال معين، مثل ما أذكر دائما أن القوة والإرادة والعزم أنه هو ينجح
راح يخليه يوصل اللي يبيه. اتمنى لك التوفيق والنجاح، وان شاء الله هاي الكورس الاخير مثل ما قال في التغرير، اتمنى له انه يتخرج وينضم الى طبعا منظومه العمل لتحقيق المزيد من النجاحات. إن شاء الله. ومن الموسيقى الى عالم اخر، عالم المجوهرات. اليوم فقرتنا عن شابه بحرينيه شغوفه وطموحه دخلت عالم مجال تصميم المجوهرات في عام 2017، وقامت بانشاء علامه تجاريه محليه ترضي جميع الاذواق. طبعا اكيد صممت الحديث والمعاصر ايضا الكلاسيكي، حبها للفن هو اللي جعلها تخوض هذا المجال بحرفيه واتقان. بنتعرف اكثر على هالمجال مع مصممه المجوهرات لبنى الحسيني، صاحبه مجوهرات لبنى. صباح الخير ويا هلا. صباح النور. صباح النور والسرور لبنى. أهلين. اداره اعمال تخصصك. اي نعم. ومجوهرات تصاميم، شلون دمجتي بينهم، وهل فعلا دراستك في اداره الاعمال فادتك في مشروعك؟ اي فادتني وايد. انا درست اداره اعمال، بس كنت هاويه الفن من كنت صغيره، فاحب الرسم واحب التصميم يعني بشكل عام، فحبيت ان اطور هاي الموهبه واخليها كمهنه. فاداره الاعمال وايد وايد فادتني، ان شلون اسس مشروعي، شلون اسوي دراسه الجدوى، اطلع على السوق، ادرس السوق، فكان وايد يعني ان دراستي وايد فادتني كثير اني وصلت المرحله اللي انا فيها اليوم. حلو. يعني لبنى ممكن دراستك خلتك يعني تكونين ملمه في بعض الامور الاداريه مثلا، او في اداره الاعمال بشكل عام، لكن في التصميم شلون قدرتي ان انت تصقلين هذه الموهبه اللي فيك؟ هل عبر ورشات العمل وغيره؟ اي نعم، دخلت ورشات عديده، ما يغارب من الورشات والدورات ما يغارب 13 ورشه خلال 3 سنوات. حلو. اي في مجال تصميم المجوهرات اليدوي، وتصميم المجوهرات 3D، وهاي كلها من معاهد عالميه في البحرين وخارج البحرين. ودرست ايضا عن الالماس، كانت شهاده بروحها، وعن الاحجار الكريمه، ودرست ايضا عن اللولو في البحرين، اللولو الطبيعي والزراعي، ودرست عن المجوهرات كبيع وكفن يبيع يعني إدارة المجوهرات، وصقل الأحجار يعني وايد خد دورات، وحتى في الصياغة اليدوية دخلنا دورة يعني كانت لمدة تقريبا أسبوعين، فكانت شلون نصيغ بيدنا، فيعني لميت مثل ما تقول المجال كامل يعني، حبيت ان اتعمق فيه يعني. يعني من حبك حق المجال وحق الشيء وحق المجوهرات قدرتي تدرسين هذه الدورات كلها وتاخذ هذه الشهادات؟ إينا. يعني في وقت ما شاء الله في متعه، هو في متعه في التعليم يعني، انا عندي وايد متعه يعني، استانس اذا اشوف اي شيء خاص بالمجوهرات، سواء في الصياغه سواء في التكنولوجيا التقنيه. اي نعم يجذبني. زين، بما ان انت ذكرتي ال 3D، خلينا نتكلم شوي عن تصميم ال 3D. نعم. شو الفرق بينه وبين التصاميم اليدويه؟ اوكي. هو اول شيء اي مصمم بيصمم اي شيء سواء كان مجوهرات او غيره بيحتاج الورقه والقلم، هاي شيء اساسي. فانا تعلمت ان الرسم مجوهرات باليد على اساس اعرف الامور التقنيه، الفيو مالها، الثكنس، يعني هاي في الامور اللي احتاجها في الرسم. فهاي رسم تعلمت ارسمها باليد. بعدين ان شلون انا اطلع القطعه ان نشوفها مثل ما تقول 100% قبل برودكشن. فيوم بحثت وشفت ان في ترى برامج مختصه حق تصميم المجوهرات 3D. يعني كان شيء عندي انه عظيم انه موجود هاي البرنامج، فتعلمته. كنت اول بحرينيه اكتشف يعني. اي اي يعني كنت عبالي مو موجود يعني شيء يخص المجوهرات، شفت لا انه في سوفت وير مختص بس حق المجوهرات. حاولت تستفيدين منه وتستكشفين شنو يقدر يطلع معك. بالضبط. فقريت عنه وذي، فاخذت الكورس. كان يعني شوي يعني بالنسبه لي صعب، لنفس الهندسه هو يعني شلون تهندس القطعه من كل الاتجاهات. حلو. فكنت اول يعني اول بحرينيه ادرس ال 3D واحترفه يعني كان كمهنه يعني. فكان في البدايه صعب يعني، اخذ لي فتره لما تعلمت عليه، وبعدين وايد حبيته، فصرت ان التصميم الاساسي ارسمه على الورقه والقلم لازم، وبس بعدين اكمل على ال 3D ونشوف القطعه يعني هي بينه وبين التنفيذ يعني نقول 99%. اسهل ولا اصعب؟ اسرع. لا اسهل ولا اسرع؟ بس اسرع عليك وقت. اي لان اثنيناتهم فيهم متعه، الرسم فيه متعه انك ترسم، وال 3D اسرع، وحق الزبون انه يشوف لك القطعه قبل ما تجهز. نفس اللون، نفس الفينشنج النهائي قبل لا يشوف يعني قبل لا تتنفذ، قبل ما يعطي ابروفل يعني، غير عن الرسم ما يشوف ابعادها، ما يشوف الحجم الصحيح، فيعطيك الالم بكل الاشياء يعني.
اوكي لبنان يعني ما شاء الله في مجموعه من المجوهرات موجوده في الاستديو، خلينا نتكلم عنهم. اوكي نبتدي من البدايه. هذه المجموعه اللي هي من الصدف، انا احب وايد ادمج اللولو والصدف البحريني. حلو. يعني انا بنعزز ثقافه اللولو والحجاره الكريمه في البحرين، فدائما التصاميم اللي عندي دامجه فيها بين الصدف وبين الاحجار الكريمه. يعني هاي كلهم تصاميمنا، هاي كولكشن كلهم اللي في الصدف مسميتهم عن مجموعه صدف. هم في اكثر من شكل، الثلاثه ذيلا هم في مجموعه كبيره، في بعد اللي موجوده وفي اللي هني ما شاء الله. انا هذه عجبتني. اي هاي بعد من مجموعه صدف، هاي طقم في منه ويا ويا تراشي بعد فيها. تراشي موجودين هني. وفي هني بعد سلسله. اي فهذين يعني يمكن انا من بديت اني اجمع الصدف مع الاحجار. يعني الدارج في السوق حاليا هو دائما الصدف العادي ولولو. يعني انا حبيت اني اسوي شيء مميز، لان هو التصميم اذا ما في ابداع انت ما راح تميزين. اكيد طبعا. اي بس مجهود كبير. يعني لبنى خن هذيل تصممتيهم هاي القطع 3D ولا يدوي؟ لا هذه يدوي. يدوي ما شاء الله. لان هذه حتى صياغتها يدويه، تفرق عن القطع. ما شاء الله فيها دقه يعني وفيها تفاصيل. اي لبنى يعني انا ابي اسالك عن، انت ذكرتي ان ساعات في البدايه اكيد لما انت جيتي تتعلمين كان في شوي صعوبه في الموضوع. انت ما شاء الله عليك ابتديتي من 2017 وتركتي يعني بصمه، يعني رسمتي لك بصمه وايد زينه في 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 البحرين بشكل عام. ابي اتكلم، هل واجهتي صعوبات علشان انت تكونين مميزه في السوق؟ اي نعم واجهت وايد صعوبات في البدايه، لان هاي تخصص غير معروف في البحرين اول شيء، وثاني شيء صعب في التنفيذ. يعني ان الورشه تتنفذ لك قطعه قطعتين كان وايد صعب. ما يعني حتى لو تسوي لهم سكتش يعني القطعه النهائيه ما تدري شلون راح تصير، فكان عندي وايد صعوبه في التنفيذ لان الورش ما كان في تعاون. يعني يحسون انت جايت لي بقطعه قطعتين ايش بسوي لك، يعني ما راح اسوي، الكوس يكون وايد عالي. فها كانت وايد كانت عندي مشكله في التنفيذ، لين ما دخلت وقمت اسوي كل شيء بال 3D. ال3D هو تقنية جديدة، فاحنا نطبعها على شكل واكس من برنامج نفسه، نطبعها واكس بعدين ندخله حق الصياغة. فكان شنو اذا شوفوا انا تسوي مجسم كذي نفسه. ايوه نفسه اللي هو ال3D. تسوي القطعة قبل ما تخلصها توديها تصير واكس. اوكي قطعة واكس يعني نفس القطعة ولكن على واكس. اي بالضبط. انا حتى حاطة في عندي في الانستغرام المراحل، لأن في وايد ناس يقول لك شنو التقنية الجديدة بينه وبين اليدوية، هاي البروسس مالها وايد طويل أطول من العادي. شارحة بالتفصيل كله. شارحة بالتفصيل. إنستغرام. إيه لأن شيء جديد. إيه. يعني هاي التقنية قاعد يستخدمونها البراندات المعروفة في البحرين وخارج البحرين، فيعني كمحل مثل يعني توني بادي أنا شوي يعني يشوفونها شيء غريب إنه ليش الكواليتي مالك. يعني أنا لما يزن الكواليتي عندي وايد عالي، مو بس التصميم، دقة التفصيل يعني الرسمة فيها وايد واضحة. فمن كذي قاعد انا ما شاء الله اجذب زباين، انه قاعد يقولون ان تصاميمك كبراندات يعني واصله في يعني في الكواليتي مالته. يعني انزين بما ان انت ذكرتي انستغرام وان انت تشرحين فيه، خلينا نتكلم شوي عن السوشيال ميديا وانستغرام بالتحديد شلون فادك. انت ما شاء الله عندك فيديوهات ارشاديه تعليميه كلها في مجال المجوهرات، شلون استخدمتي هذه الاداه؟ في البداية لأن يوم كنت أشرح مثلاً حق الزباين إن في لولو، في زمرد، في ياقوت، هاي لونة كذي، الزباين يقول لك أنا أبي حجر لونه أخضر، حجر لونه أحمر، حتى المسميات ما يعرفون الغالبية. فقلت لحظة، أنا دارسة وايد أشياء وعندي كتب وايد يعني أطلبها من برا البحرين، فقلت ليش ما أعزز هاي الثقافة وأنشرها كمعلومات مبسطة. يعني الزبون يجي يقول لي أوكي الحجر الأخضر اسمه هاي الزمرد، الاحمر اسمه ياقوت، فصاروا شوي يعرفون. فكنت استانس انه يعني فتهم في شيء. يعني تحبين نغلي المعلومات على بالضبط. احب انه يعني انشر الثقافه. احنا في البحرين بلد اللولو، كثير ما يعرف انواع اللولو مسمياتهم الدانه. اي يعني ففي مسميات حتى القماش الصغار وكلها فيها كواليتي وفيها تسعيرات وفي يعني وايد اشياء، فالزبون ما يعرف هاي الشيء. الحين صاروا يعني حتى الطواش ما يعرفونه. فحلو ان انت تعززين فيهم مثل هذه الامور، تخلينهم يكونون على درايه، لان الشخص
يعني صاحب المشروع يحب ان الزبون لما يجي يكون عنده اصلا وعي وثقافه بالشيء اللي ممكن حتى بالضبط ان القطعه فيها قيمه. انا مو مجرد اشتري ذهب واطلع في المحل، انت قاعد تشتري قيمه، انت شريت قطعه تعرف انها فيها لولو، اللولو جودته ترى طبيعي، احنا في البحرين بس لولو طبيعي، طبعا الزراعي ممنوع. الاحجار تعرف ان هاي حجر طبيعي، هاي زمرد مثلا، هاي له قيمته في المستقبل. انت قاعد تشتري احجار كريمه، تشتري جواهر، مو مجرد تاخذ ذهب وتطلع. فلان تحسسهم بهاي الشيء يحسون بقيمه القطعه. صح، لان تشرح لهم تفاصيل التصميم يحسون بالمجهود اللي انا قاعد ابذله ان اوصل القطعه بالطريقه هذه. صح. انزل انت تكلم شوي عن تصاميمك، انت عندك مزيج ما بين الخليجي والاوروبي. هل انت ساعات يعني تخلطين بينهم، ولا انت لا محافظه على الاوروبي ومحافظه على الخليجي، كل واحد بروحه؟ هو انا قاعد ادمج بين الاثنين، ان قاعد اسوي تصاميم مودرن اكثر يعني، وتدمج بين الطابع الخليجي، لان احنا في سوقنا سوق خليجي، فنحتاج احنا التارجت مالي البحرين او الخليج بشكل عام يعني. فالتصاميم هي خليجيه بس بشكل مودرن اكثر يعني. احنا نشوف التصاميم الأوروبية مثلا عندهم يركزون على الألماس أكثر، فأنا حبيت لا أركز على اللولو أكثر، احنا عندنا شعبية اللولو، فأنا دمجت بين فكرتهم طريقتهم في التنفيذ في التصميم، ويعني جمعت مثل ما تقول الاثنين يعني، ما سويت الخليجي الخليجي ولا سويت الأوروبي، دمجت بين الاثنين وتصاميم نوع ما يعني. حلو، يعني ترضين الأذواق المختلفة. إيه نعم. اللي يحب الأوروبي أكافي مزيج أوروبي وخليجي في نفس الوقت. لبنى يمكن أبي أتكلم عن المجوهرات، هل أنت تستهدفين فيها النساء فقط ولا عندك بعد تصاميم ممكن تكون موجهة للأطفال؟ هو حالياً تصاميمي كلها نسائية. يعني أنا وايد قاعدتيني طلبات أن نبي تصاميم حق البنات الصغار، فإن شاء الله أنا يعني ناوية ب 2021 نبتدي يعني انزل اول كولكشن حق الاطفال ان شاء الله يعني باذن الله. طبعا لبنى الحسيني نورتينا، كل الشكر على تواجدك معنا اليوم، لمستك واضحه والتصاميم ما شاء الله يبين فيها التميز والكواليتي. يعطيك العافيه لبنى، كل الشكر وتقديرات وموفقه. اتوقع جمانه اكثر المستمتعين، ما في بنيه ما تحب المجوهرات. يعطيك العافيه وبالتوفيق ان شاء الله. تابعينا فاصل سريع وراجعين لكم مع فقره الديكور مع زميلتنا جمانه الدوادي، فخلكم معنا. رجعنا لكم مع فقرة الديكور الأسبوعية، وهالأسبوع حبينا نسلط الضوء على استديو شمس البحرين بديكوره المميز، ويسعدنا أن يكون معنا خالد نور الدين مدير إداري بمحلات دي هاوس، ودينا قطب عضو فريق الإبداع. صبحكم الله بالخير ويا هلا مرحبا. أول شيء صباح الخير وشكرا على الاستضافة الحلوة والدعوة. العفو ولو. طبعا الاستديو احنا نتواجد فيه بشكل يومي ونشوف ما شاء الله يعني اللمسات اللي انتم تتميزون فيها. نبي نتكلم في البداية عن هذه الاستديو، شلون فكرتوا بالديكور خاصة لما يعني ذكرنا برنامج صباحي، فشنو هي في بالكم؟ هلا اول ما جينا احنا على الاستديو، اول ما يعني سألتينا على البرنامج وحكينا بهذا الموضوع، هو برنامج صباحي، فإحنا حبينا نجيب شيء يمثل أجواء الصباح بالنهاية. صح. يعني اللي هي الإيجابية، الراحة، الهدوء، فإحنا أكيد كنا لازم نختار شيء يمثل هذا الشيء، يعني مثل ما بتشوفي الألوان الهادئة، الطريقة كيف القعدة، كيف الألوان بتناسب حتى طريقة الاستوديو مع عرفتي الأضواء الموجودة فيها، فهو إحنا اخترنا هذا الشيء عشان يبين برنامج الصباح تبعكم. حلو، يعني خالد لو بتكلم عن تكلمت ان الالوان لابد ان هي تكون تميز الوقت، يعني مثلا الصبح ممكن تكون لها الوان معينه. صحيح. لما يكون برنامج مسائي تكون ايضا الوان معينه، فشلون يعني حددتوا الالوان لهذه البرنامج؟ احنا جبنا من الحلقات اللي طافوا ان في نسبه للطبيعه يعني غير من الحلقات السيزونز اللي قبل، فقلنا ان نقرر ناخذ الوان طبيعيه منها يعني نيوترال كلرز. اوكي، ما في شيء فلاشي
يريحون العين. ألوان طبيعية محايدة، ألوان يعني كمان أنتوا حاطين جرينري هيك، في أشياء كتير ألوان بتختاريها لازم تبين إنه ما فيك تختار ألوان داكنة أو ألوان كتير قوية صح. لليل، وحتى الإضاءة بتلعب دور، فلما كل ما اخترتي لون هادي للصباح أنت بدك تخيلي حالك أنك أنت فايقة بدك تقعدي في مكان، أكيد بتحبي تقعدي في مكان يريح لك نفسيتك صح. يكون مريح للنظر، تقعدي مرتاحة مش تقعدي كأنك يعني بتفرق بوقت تاني يعني. حلو، يعني لو بنتكلم تحديدا على الكراسي اللي يقعدون عليهم المذيعين اوكي، شلون حبيتوا ان انتم تخلونهم ان يكونون اكيد مريحين بما انه بيتمون ساعه صحيح. على الهواء، خبرونا اكثر عن تفاصيله. هلا بدايه اول شيء كونه هو برنامج يعني هو لازم تكون كراسي رسميه انه عشان حتى الوضعيه وضعيه المشاهد والهاي اللي عم يقعد المذيع تكون وضعيه مناسبه للبرنامج صح. للاستوديو، فهذا اول شيء احنا دققنا عليه انه يكون هذا الشيء موجود، وكمان لعبنا بالالوان، لعبنا بالالوان انه بنفس تكون مناسبه للبرنامج وكل شيء يكون مناسب، بس بنفس الوقت فيها شويه مزيج من الالوان الفريش باستخدام الورد والكوشنز والاكسسوارات انه يكون طابع كامل مناسب لهذا الاجواء يعني للبرنامج. حلو، يعني اكيد المكان حلو يعني القطع الأساسية صح. لكن بعد القطع اللي تكون إضافية، القطع اللي تكون جمالية صحيح. لها دور كبير في المكان صح. خلينا نتكلم عن هذه الموضوع. من يعني من معظم الأنواع الأكسسوريات اللي حط الأكسسوري يحتاج العين، مو كل أحد يقدر يسوي صح. يعني لابد انه يكون عنده ذوق، لابد انه تكون عنده عين تشوف الجمال لما بيضيف هذه القطعة. بالضبط بالضبط، من معظم الاكسسوارات قررنا الورود يعني تكون من اهم الاشياء، ليش الطبيعه ما تكون اكسسوري للحياه؟ صح. اخر اليوم لما المشاهد يطالع البرنامج نحط فيه يعني نسبه ارتياح، كان البرنامج قاعد يصورونه في بيتهم، ما في شيء غير، مو ما قاعد يطالع شيء انه اكثر من مستوى ولا اقل، لا زي ما هو نفس ما هو والكل يرتاح نفس الشيء. حلو، يعني من شوي ذكرتي البساطه صح. يعني الشخص ممكن لما يشوف المكان مزدحم يكون فيه فضة طبعا ما يرتاح، ما بيرتاح. يعني هذه الشخص العادي فما بالك اذا كان شيء على التلفزيون بيكون صح. اكثر صح. يعني سوء، فشلون حافظتوا على البساطه في المكان بشكل عام وشلون دققتوا فيها؟ هلا شوفي احنا التشكيلات اللي عندنا اياها احنا في دي هاوس اجمالا احنا كثير عم نحاول مثل ما بقولوا نلحق الموضه والصيحه انه اللي هي فيري ترندي والصيحات، طبعا هلا كلنا عم نشوف انه هي البساطه صارت من اكثر الاشياء الناس عم بتميل لها اكثر، فاحنا قطعنا بذات نفسها كلها هي بسيطه بس بطريقه جميله، بطريقه بتكون مثلا كثير بسيطه بس في نوع مثلا من المواد اللي فيها او اللون او الفينش او اي شيء اللي هي بتبرزها بس برضه ببساطه، فاحنا اوريدي قطعنا هي اوريدي بجمالها بسيطه، فاحنا زدنا الاشياء الاكسسوارات اللي هي مثلا تناسب لون الكاوتش الكوشن صح. الالوان اللي هي بتمشي معها، مثلا ما فينا نخلط الوان مختلفه مع بعض صح. الوان تمشي مع بعضها تناسب بعضها بس بنفس الوقت تضل تعطي رونقها والبساطه اللي فيها بجمالها بالقطع انه تناسب بعضها، وطبعا ما ننسى الورد لانه وجود الورد بطريقه بسيطه وحلوه بيعطي كثير حياه، هو طبعا هذا من بزنس ذا فلورولوجيست اللي هو تابع لدي هاوس، هو الاحلى شيء فيه انه انت بقطعه كثير بسيطه تزيدي ورده بطريقه بسيطه كثير بتعطي جمال كبير للقطعه، فهذا هون فيك تقولي اللعب بالموضوع يعني كيف انت تبينيها بطريقه حلوه يعني. حلو، يعني ابي اعرف هل اذا انتم مثلا بتصممون استديو حق برنامج معين اول شيء اتجهتوا ان انتم تعرفون الوقت اللي صحيح. بينعرض فيه صح، في تفاصيل غيرها مثلا المواضيع اللي تنطرح مثلا يعني الامور اللي يتم مناقشتها في في في, في هذه البرنامج، هل انتم اطلعتوا عليها وشلون انعكس هذا الموضوع على الاستديو؟ يعني لما اخترنا الايفري سات احنا نسميه شفنا ان برنامجكم يساعد اللوكل بحريني اهم شيء عندنا، نفس الشيء احنا يعني كشركه كمؤسسه يعني نؤمن بنفس نفس الشيء، فلما قررنا نعطيكم السات واخترناه شفنا بالضبط شلون الانسان يقعد، شلون الواحد يتكلم مع الثاني بشكل مرتاح، مو بانه مقابله كانه العفويه في المقابله
على اساس انه ما يكون فيه، فحبيتوا ان انتم تكملون هذه العفويه بالستايل اللي انتم صممتوا فيه هذا المكان. ابي اتكلم عن الطاوله اللي موجوده في النص الكوفي تيبل، يعني خاصه ان هي اكثر طاوله ممكن تكون مشاهده لان هي يعني مجابله الكاميرا، فشنو حبيتوا ان انتم تضيفون عليها؟ شلون حبيتوا ان يكون شكلها؟ اوكي، هلا مثل ما انت شوفي هي طريقتها اوريدي، التكوين اللي فيها اوريدي هي بتحكي لحالها الطاوله قد ما هي حلوه لحالها بتبين يعني. فاحنا حبينا نزيد عليها شويه اشياء عشان كمان اللون يزبط معها، مثل ما شفتي حاطين مثلا فيز، حاطين عليها شويه ورد، هذا الورد الناشف مع اللون هذا كثير يعني حلو مع الجري، يعني التفاصيل بيمشوا مع بعض. وزدنا مثلا كتاب، دائما احنا بنحب الكتب دائما بتحلي مثل ما بقولوا، اي اريا بتحط عليها بتعطي حلاوه، فحطينا اشياء برضو بسيطه، مش حتى اذا شفتيها برضو بسيطه وحلوه، بس بنفس الوقت بينت جمال الطاوله، شويه ورد، كتاب يعني قريب للون، بيعطي لون الطاوله بينها احلى، هي الطاوله اوريدي يعني مرتبه وحلوه، فمشيوا مع بعض. فيك تقولي اشياء بسيطه تحطيها حتى باللون بتلعب يعني، سبيشلي بتختاري اللون الصح والادوات الصح بتطلع طاوله حلوه، لان بالاساس ممكن حتى لو تكون في قطعه معينه صح، لما انا العب في بعض الالوان أكيد. بعض التفاصيل ممكن ان تزيد من جمالها او حتى ممكن والعكس، العكس بقول لك احنا بعد العكس، ممكن ان انا اضيف تفصيل معين او شيء يخرب يعني الشكل بشكل ساعات كم. حرام انت حتى تلعبي فيها، ساعات بتكون الطاوله قد ما هي هي حلوه ما تحطي عليها شيء كمان، هذا ممكن لانه ساعات بتكون جمالها فيها، فحرام انت تزيدي عليها شيء يعني. شنو المعايير اللي تحطونها في بالكم لما انتوا يعني بتصممون حق برنامج؟ يعني مثلا شنو، مثلا انا تكلمنا من شوي عن الطاوله، تكلمنا عن الكرسي، اكيد هم لابد انه مثل ما قلتوا انه يكونوا مريحين، الطاوله ما تكون بعد طولها يكون مناسب، شنو التفاصيل الاكثر اللي انتوا تحطونها في بالكم؟ يعني من اهم الاشياء انه في برنامج نفسي انه المشاهد يركز على المذيعة او المذيع، ف إذا من صوب الفرنتشر يكون مينيماليستيك أهم شيء. أوكي. ويعني personal favorite of mine تكون مينيماليستيك، فيها يعني نظرة أوروبية. أليس الكراسي نازلة أكثر من العادة؟ فاحنا يعني نبي المشاهد إني يركز على المذيع أو المذيعة لأن كلماتهم أهم شيء. مو بالكراسي اللي قاعدين. ما تبون ان المحيط بالمذيعين اصلا يطغي على الكلام، يطغي عليهم هم، فيكون في تناسب ما بين الاثنين. حتى بحس حسب البرنامج كمان يعني، حسب شو البرنامج، انت مثلا برنامج صباحي، برنامج ليلي، اذاعه اخبار، يعني بحس كل برنامج كمان له حتى الديفرنت اتموسفير حوالي المحيط لازم يكون مختلف، الاضاءه حتى يمكن نختار اشياء مثلا اذا كانت اخبار اشياء رسميه اكثر، الوانها اقوى اكثر، عاليه اكثر، فحسب كل برنامج بحس يعني. حلو، انت تكلمتي عن هذه النقطه وكنت ابي اكلمك انا عنها، ان شنو اللي يفرق الحين؟ قلنا الالوان، قلنا لكن لو بنسوي مثلا استديو حق برنامج في مسائي يعني أوكي. بتكون في مثلا الالوان تكون اقوى اكيد يعني. هلا انتي وشطارتك فهد يمكن نرجع نستخدم هذا بس نلعب بالاضواء، بس كونه هو برنامج مسائي يفضل انه نستخدم احنا مثلا فيها الوان اقوى، الوان تبين اكثر يعني، حتى الطاوله حتى الاكسسوارز بدنا نحطها تكون شوي فيك تقولي قويه انه تبين للمشاهد يعني. انا عرفت يعني او حسيت ان الالوان ما شاء الله تلعب دور وايد كبير في الديكور أكيد. يعني هي اللي ممكن تفرق ما بين برنامج نفس، يمكن الاثاث نفس القطع الموجوده بالزبط. ممكن استخدمها حق صباحي مسائي لكن بالزبط. نغير الالوان، فيني انا اغير الكوشنز، انا فيني مثلا العب بالكوشنز اغيرهم كلهم، اعملهم شيء يناسب برنامج مسائي، يعطي بعد الضوء شيء عرفتي بين المساء، كيف اجواء المساء، مثل ما قلت لك احنا كنا حابين نبين اجواء الصباح بالهدوء بالراحه مثل ما هو ببيننا، اجواء المساء لا بتحسي لها حركه اكثر يعني، لازم يكون لها مزاج خاص، مزاج محيط ثاني يعني فيها بالضبط. يعني ابي اتكلم عن دي هاوس، شنو يعني النهج اللي انتم تمشون عليه في تصاميمكم؟ يعني خلال السنتين اللي طافوا سافرنا حول العالم، و يعني غيرنا، لازم في غير، لازم في تميز وفرادة، لأن وايد ناس مسافرين حول العالم يحصلون يدورون على أهم الأشياء اللي يحتاجونها، اللي يظنون إنه بيبيع ما يبيع، لكن معظمهم يحصلون الأثاث يختارونه يبون البحرين يبيعونه سيمبل ستريت لاين. إحنا قررنا لا، لأن العادة إنه بتكون نفس كلمة، هاي غلط، يعني نبي نميز روحنا
وشركاتنا شركتنا السيستر كومباني لدي هاوس وهو لينكتلير، احنا نشتغل مع اكبر اسامي الاثاث الايطاليه. فشفنا انه كان في فراغ في المجال مجال الاثاث، ان الناس ما يقدرون يستثمرون على اثاثنا الايطاليه، والناس عاده يشترون اثاث انه يغيرونه كل 6 اشهر عادي. فقلنا ليش ما نحصل في بالانس ونحط مكان زي نفس دي هاوس، ونعطيهم المذاق الايطالي ومذاقنا احنا الخاص. واحنا كنا بدنا نملي هذا الفراغ اللي هو شفناه من بين هاي السكشن اللي هو اللي دائما الميزانيتها بتكون اعلى شوي عن غيرها، لانه هي بتجي هاي اندد ميزانيتها عاليه، ولا انه كمان اللي واحد يضل يغير. حبينا نجي احنا بالنص نخدم هذا البارت من المجتمع، انه يكون في درجه وسطيه تكون الجوده عاليه والرونق حلو وموديلات حلوه ومعموله بطريقه جد حلوه بتناسب. هلا يعني احنا صرنا باراده الموضه احنا صرنا نواكبها كثير، لابد اكيد، لانه صرنا لازم الواحد يضل عم يواكب الموضه، لابد، لان الزبون دائما يحب التجدد ودائما الناس عم بتشوف يعني، واكيد هم عندهم وعي وعندهم يعني ادراك للتطورات اللي تصير في كل شيء موجود هلا يعني. اكيد طبعا، فلابد ان انتم اصلا بعد تواكبوا مثل هذه بالزبط. التطور طبعا. دينا قطب وخالد نور الدين يعطيكم الف عافيه، نورتونا اليوم. شكراً. وان شاء الله بالتوفيق دائما. شكرا حبيبتي. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نواصل معاكم فقرات حلقه الاثنين من شمس البحرين. أهلا لكم من جديد. استمتعنا أمانة جمانة، استمتعت أنا من خلال مشاهدتي فقرة الديكور اليوم، تكلمتوا عن ديكور شمس البحرين والتصاميم المميزة في ديكورنا. حلو، يعني دائما مثل ما ذكروا وهم البرنامج الصباحي ان لازم تكون فيه الالوان المريحه للعين، واعتقد صح. ان الاستديو مميز اي والبسيطه كذي يعني، يعطيهم الصحه والعافيه وكل الشكر والتقدير لهم على اسهاماتهم في نجاح هذا البرنامج. بنروح الى سوالف امل فقرتنا التالية، دائما تعطينا الدكتوره حكم وعبار جديدة نستفيد منها من حياتنا نحاول نطبقها صح. أنا استمتع معها صراحة دائما كل أسبوع. نروح نشوف تقريرنا الأسبوعي ونرجع لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحداث الحياة اللي تمر علينا مثل البحر، شلون البحر ساعات يكون أمواج متلاطمة وساعات يكون لا هادئ وما في تيارات وما في أمواج. الحياة كذلك ممكن تمر عليك أيام سلسة ويسيرة وتمشي كذي بكل ذي، وممكن تيك تغيرات في حياتك، تغيرات جذرية، فتكون يعني حتى التغيير على مستوى الهوية، مثلا الزواج أول مرة، إنجاب طفل أول مرة، الطلاق لا قدر الله، فهذه الأمور تغير يعني تغير من هويتك، من شخص أعزب إلى شخص متزوج، من إذا متزوج إلى تكون والد أو أنك تكون مطلق أو أن تكون أرمل، فهذه التغييرات تكون تغييرات يعني على مستوى الهوية، وبالتالي أن الواحد يحتاج أنه يتأقلم ويرضى ويقبل بالأشياء اللي لا يمكن يغيرها، بالأشياء اللي هي تكون قضاء وقدر، والواحد ما يدري وين الخير وين الصلاح، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، فعلينا نتقبل بكل اللي الله يعني كاتبه لنا وبكل اللي الله قدره لنا، ونعيش حتى بمبدأ لعله خير، فأنت ما تدري وين الخير وما تدري وين الصلاح. فإن والمؤمن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يعني عجبا لأمر المؤمن ولا لأحد غير المؤمن، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر، وفي كلا الأمرين خير له. معناته أن أنت أي حدث يحدث لك في حياتك
وإن ما بين لك الحكمة منه إلا أنه في النهاية خلك متيقن وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أن هذا الحدث كان لمصلحتك وكان لخيرك، وإن ما عرفته في نفس اللحظة أو في نفس الوقت اللي حدث لك، لكن مع الأيام أنا متأكدة أن بتلاقي في حكمة من حدوث هذا الشيء اللي أنت كرهته في يوم من ما، والآن تقول الحمد لله اللي صار هذا الشيء، لأن فعلا تبين أنه خيرة وتبين أنه فيه خير. ليه؟ والله سبحانه وتعالى أكيد أرحم ابنه، أرحمنا من أمهاتنا، أرحم ابنه من أنفسنا على نفسنا، وبالتالي لازم نرضى بقضاء الله وقدره ونتقبل كل التغيرات اللي ما نقدر نغيرها، ونسعى إلى تغيير اللي نقدر نغيره واللي بيدنا نغيره، ونترك بعض الأمور اللي ما تستاهل الأهمية. وسلامتكم. تشبيه جميل للدكتور عمل جودر من خلال تشبيه التغيرات في الحياة بالتيارات اللي في البحر. صح. القناعة بما لديك والاقتناع بكل ما تملك هو أساس الحياة مثل ما ذكرت دكتورة أمل. ودائما يقولون القناعة كنز لا يفنى، دائما إذا أنت كنت مقتنع يعني بتواصل حياتك. وهي ذكرت بعد أيضا إذا شيء ما صار في حياتنا أو إن شيء ما كان، لا تزعل. صح. دائما الخيرة فيما اختاره الله. في أكيد. النهاية أكيد رب العالمين ما بيعطينا شيء، ما بيخلي لنا شيء في هالحياة إلا لما يكون هو الأفضل لنا. وخاش لك شيء أجمل وأحلى. أكيد إن شاء الله. طبعا في الختام مشاهدينا نرجع ونذكركم بأن إمكانكم متابعة هذه الحلقة من برنامج شمس البحرين بالإضافة للبث المباشر وباقة من البرامج اللي تقدمها قنوات إذاعة وتلفزيون البحرين عبر تطبيق BHTV and Radio وموقع live.bh الموجود في أسفل الشاشة. كذي جمانة ومتابعين نكون وصلنا إلى نهاية ساعتنا الصباحية معاكم في شمس البحرين. يتجدد اللقاء بكرة إن شاء الله في نفس الموعد. مع السلامة. في أمان الله.